بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إني عليه لقوي أمين.
فلما رأى رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدقا ما كانت تعبد من دون الله صدق الله.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من كافرين. قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. لله
مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصمت لا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله أسلمت مع سليمان لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة
الحسنة لولا تستغفرون الله تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ومكرنا مكرا
مكروا مكرا ومكرنا مكرا إن
في ذلك لآية لقوم يعلمون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا لتأتون الرجال شهوة
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ شجرها أإله مع الله صدق الله الحمد لله. قل الحمد لله قل الحمد لله
وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
استمعنا في الدستور السماوي معجزة لهذا البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم قتله على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي من فضيلة الدكتور الشيخ محمد السجى الحاصل على اول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والمقيم بمركز ومدينة الدلجات بمحافظة البحيرة وبنان عن جميع عائلات الصافي يشكرون كل من واساهم بالعزاء والبقاء لله وحده